Find the local extrema and saddle points of function fx, y, x, okay, the function بتاعتنا. طيب الفكرة كلها هو الاتي. طبعا local extrema, كلمة extrema معناها يعني local minimum ولا local maximum, دي معنى كلمة extrema. بعد كده saddle point دي حاجة تانية. okay, saddle point or points. الفانكشن موجودة, كلنا نعمله الاتي. تعالى ناخد حبة درجات كده. طب نكتب الفانكشن هي اف اكس واي اي equal to x cube plus y cube minus 3x minus 12y 12y plus 20. طيب ايه الفاكشن عايز يجيب اللي النوت بتاعتي. طب احنا لما استنى كان بقى الجراف مثلا, الجراف هم كده مثلا, فدي النقطة دي مثلا local maximum بالنسبة للجراف, والنقطة دي مثلا local minimum. اوكي anyway, الحل بتاع المسألة دي هو الآتي. اول حاجة بنجيب, او ممكن نرسم الجدول بعد كده نجيب اللي احنا عايزينه. نرسم الجدول بتاعنا هو الآتي: critical points, اوكي, بعد كده D اللي هو بيساوي F اللي هو partial F partial X مرتين مضروب في F partial F partial Y تاني ناقص F X Y كل سكوير, معناها أفاضل X بالنسبة ل Y. اوكي كل سكوير, بعد كده F subtract X X لو partial F partial X الأول التاني بقى اوكي مرتين يعني. بعد كده نقول conclusion بتاعنا, conclusion يعني النقطة دي بقى كان عبارة عن ايه conclusion. بعد كده نعوض بالنقط دي في الدالة الرئيسية اللي هي F X و Y. اوكي F X و Y يعني critical points and X و Y دول بيساوي كام. طيب احنا نعمل مثال واحد بس وانتو كملوا باقي points. طيب نجيب بقى الاف اكس اللي بتساوي partial f اوكي partial x هتساوي, نيجي نفضل الدالة دي بالنسبة لx. يبقى اول حاجة تبص عليها هو الدالة اللي فيها x, دي فيها x دي فيها x تمام. يبقى تفضلها الاولى هي بتاعت x سكوير, التانية ناقص 3. في x تاني في الدالة؟ ما فيش x تاني في الدالة, خلاص شكرا بقى كل صفر. طيب نيجي نعمل التفاضل التاني. اوكي هيساوي 2 في 3 ب 6 x اوكي ماينس 3 طبعا تفاضلها بصفر. نيجي عند ال f y اللي هي partial f partial y اوكي هيساوي, نشوف عن الواي, الواي فين؟ هذا الواي هنا موجود هنا والواي موجود هنا, فضلها بتساوي 3 y سكوير ماينس 12 نفضلها تاني f y y 6 y بس 6 y ناقص 0 طبعا. بعد كده انا عندي الدي بيساوي f x x اهو يبقى 6 x مضروب في f y y اهو 6 y ناقص f x y ادي f x y سكوير. طيب ادي الدالة اهي, فين f x الاول؟ نبص على f x, f x اهي ادي f x
وجنبها واي، يعني فضلها لي بالنسبة لواي. هل هنا في واي؟ استنى نفسك، هل هنا في واي؟ فيش واي، يبقى إذا اف اكس بالنسبة لواي هي صفر بس، وصفر تربيع بصفر. تمام، دي معنى كلمة اف اكس بالنسبة لواي. طيب يبقى كده الدالة بتاعتنا هي عبارة عن الدي بقت 6 × 6 × 36 اكس واي، يبقى 36 اكس واي. اوكي كده انت يعني تقريبا حليت المسألة. ناقص تعمل بقى تجيب الكريتيكال بوينتس. عايزين نجيب الكريتيكال بوينتس، نعمل ايه؟ to find critical points يبقى نقول f x اللي هي بتساوي partial f partial x ونساويها بالصفر، ونيجي عند ال f y تساوي اللي هي partial f partial y وبرضه نساويها بالصفر، هيطلع لك نقط x ونقط y جمعهم مع بعض وجيب critical points. تعال نعمل ده، فين f x؟ ده f x اللي هي 3 x square minus 3 ونساويها بالصفر، يبقى نودي دي ناحية اتنين تلاتة ونقسم، ماشي تلاتة اكس سكوير بتساوي تلاتة، اقسم على التلاتة يبقى اكس سكوير بتساوي واحد. طب الاكس بقى نفسها هتساوي، خد جذر الطرفين، يبقى اكس بتساوي موجب او سالب جذر واحد، اللي هي بتساوي موجب او سالب واحد. تانية اف اوف واي بتساوي ولا بارشل اف بارشل واي تساوي 3y سكوير ماينس 12 ايكوال تو زيرو. اوكي ودي ال 12 الناحية التانية يبقى 3y سكوير بتساوي 12، اقسم على التلاتة يبقى ال y سكوير بيساوي 4، خد الجذر الطرفين يبقى ال y بتساوي موجب او سالب جذر 4. انا ليه بحط الجذر؟ عشان انت تاخد بالك ان في جذر، يبقى موجب او سالب 2. يبقى دي نقط x ودي نقط y، x لوحدها و y لوحدها. طب انا عايز بقى x و y، طب جمعهم مع بعض، يعني اعمل x كده بتساوي واحد وسالب واحد، ال y بتساوي اتنين وسالب اتنين، فيش مش في مشكلة. بس خد ال x مع دي مرة مع دي مرة، وخد ال x دي برضه مع دي مرة ودي مع دي مرة، يبقى جالك كام نقطة؟ أربع نقط. أيه هما الأربع نقط؟ خد ال x مع ال y، يعني خد واحد مع الاتنين ادي نقطة، والواحد مع سالب اتنين يبقى واحد مع سالب اتنين ادي كمان نقطة، خد السالب واحد مع الاتنين يبقى سالب واحد مع الاتنين، خد السالب واحد مع السالب اتنين، ادي كده النقط بتاعتك اللي تتعوض بيها في الدال. تمام، تعال نحطهم، هنقول واحد واتنين اوكي، و طب نقول من الأول سالب واحد سالب اتنين، سالب واحد اتنين اوكي من الأصغر، يعني واحد واتنين وسالب اتنين وواحد واتنين. حلو جدا. طيب الدي بكام؟ اهي ب36 اكس واي، يبقى نمسح كل الفانكشن دي بقى اللي احنا كنا بنشرحها ونحط مكانها 36 اكس واي. اوكي الجدول لما تعمله هيفكرك بطريقة الحل مش اكتر، يعني تبقى دي 36 اكس واي. دلوقتي احنا عندنا حاجات بسيطة، لو انت عوضت هنا ادي اكس واي، لو عرضت في الخانة دي بإكس وواي وطلع الناتج بالسالب، يبقى يعني طلع الناتج هنا بالسالب اللي هو أصغر من الصفر مثلا، مش هتبص على التشيك التاني، يبقى دي سادل بوينت. يعني انت عندك كذا تشيك، أول تشيك هو تشيك الدي، تاني تشيك هو تشيك اف اكس اكس بالشكل ده، وهنا اكس واي برضه هتعوض بالاكس واي في اول في حاجه طلعت بالسالب، يبقى مش هتبص على التشيك ده، تبعتوا له الكونكلوجن هو عباره عن ايه؟
سادل بوينت. طيب لو عرضت الاكس واي وطلع رقم موجب تروح الاكس، يبقى هنا شوف شوف التشيك التاني. التشيك التاني ده في حالتين، لو كان اصغر، لو طلع في التشيك التاني ده سالب، سالب يبقى ايه؟ يبقى لوكال ماكسيمم، لوكال ماكسيمم. طب لو طلع موجب يبقى لوكال مينيمم. طب تيجي نطبق الكلام ده هنا، ادي اول تشيك اللي هو سالب واحد وسالب اتنين، لما تعوض في المعادلة اللي هي دي نعمل أول واحدة مع بعض، 36 في سالب واحد في سالب اتنين هتساوي سالب واحد، اوكي سالب واحد دي سالب اتنين، سالب سالب بموجب يبقى 72. 72 أكبر من صفر موجب يعني، تمام. طالما هي تطلع 72 موجب، حلو كده تمام. نروح على التشيك التاني، طالما دي طلعت موجب يبقى لازم اشوف التشيك التاني. التشيك التاني هو عبارة عن برضه هنعوض بال، شيل بقى ال اف اكس اكس، نحط مكانها القيمة بتاعتها اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي 6 اكس، بس لازم طبعا تكتب يعني كده يعني، بس عشان الشاشة مفيهاش مكان. 6 اكس ال اكس بكام هنا؟ بسالب واحد، سالب واحد في ستة، ستة في سالب واحد سوري، اوكي ستة في سالب واحد. عرفت من سالب واحد اهو من الحاجات دي كريتيكال بوينت دي، كل مرة بعوض بواحدة في دولة. ستة في سالب واحد بسالب ستة، ده طلع سالب يبقى ايه هنا؟ سالب يبقى لوكال ماكسيموم، يبقى لوكال ماكسيموم، اوكي. طيب ونعوض، طالما طلعت لوكال ماكسيموم نعوض بال اف اكس واي، اف اكس واي تطلع في الدالة الأساسية بقى اللي هي دي، تاخد كل اللي هو سالب واحد والسالب اتنين تعوضهم في الدالة دي كلها دي، اوكي هيطلع 30 بس، ودي طريقة الحل. هتعمل بقى كله بنفس الطريقة دي بس. بس فلو كملنا برضو نفس الفكرة، اتعود برضو في نفس الاكويشن وهكمل نفس المسار. لو طلعت سالب خلاص هذا البوينت، وجيب السالب واحد والاتنين دول اتعود في الاكويشن اللي فوق دي طلع 6. طيب لو طلعت سالب برضو خلاص. طب لو طلعت موجب، عادي موجب اهو، تروح للاف اكس اكس او بارشال اف بارشال اكس مرتين، طلعت موجب برضو خلاص تبقى لوكال مينيمم، وتعوض بقيم الواحد والاثنين في الدالة الأساسية اللي فوق دي، يبقى كده خلصت المسألة. السلام عليكم.